صباح الصمود والعودة الأكيدة لكل اللاجئين المهجرين يلي راجعين بإذن الله على أراضيهم. موجودين اليوم في قرية زكريا يلي أقامت عليها سلطات الاحتلال مستوطنة سمتها زخاريا. وإحنا بالطريق لهون كنت عم بحلم بتفاصيل كتيرة ممكن إحنا نصورها لموقع أثري تم اكتشافه من سنين، لأنه للأسف يبدو أن سلطات الاحتلال جرفته لتطمس أي موقع أثري ممكن اكتشافه لإثبات وجود العروبة الموجودة في هذا المكان. رح نحكي عن التفاصيل، رح نحكي عن قرية زكريا مع خبيرة الآثار عبير زياد. يسعد صباحك. وصباحك يا رب. بداية شكرا لأنك رافقتينا لهون. تحكي لنا أكثر عن قرية زكريا قبل لا نوصل لصلب الموضوع. قرية زكريا هي إحدى القرى المهجرة من عام 1948، وهي اللي طبعا تتبع قضاء الخليل، رغم أنه اليوم من ناحية لما نطلع على الموقع نستغرب جدا أنه هذا الموقع كان يتبع لقضاء الخليل. طبعا أراضي قرية زكريا واللي كانت معروفة بأنه هي من أوائل القرى اللي انتشر فيها التعليم كمدارس وأنشئ فيها كمدارس، وكانت بتمتاز أيضا بأنه المدارس فيها كانت مختلطة باختلاف الأماكن الأخرى في فلسطين، وكان في نوع من الفكاهة اللي دائما تطلق على أهالي قرية زكريا بأنه كانوا يستخدموا الكاف بشكل واضح، وأنه بيستخدموا اللغة العربية الفصحى أكثر من اللغة المحكية أو اللغة القروية اللي موجودة في فلسطين. طبعا قرية زكريا تم إزالة أغلب مبانيها، في بقايا بسيطة منها، واللي أقيمت فيما بعد مستوطنة زخاريا اللي هي تحريف لمسمى زكريا في نفس الموقع. لكن طبعا أراضي قرية زكريا هي أراضي ممتدة، في تلة قريبة واللي هي بتتبع على أراضي قرية زكريا سميت تلة النبي زكريا، وهاي التلة هي تلة أثرية وبدأت فيها حفريات من سنوات. صحيح، احنا موجودين على بعض هاليوم. طبعا في سابقا كان الاعتقاد خاصة خلال المسح الأثري بأنه ممكن يلاقوا موقع بيزنطي أو ممكن يلاقوا موقع روماني في المنطقة. لما بدأت الخطة الإسرائيلية في عملية توسيع لمستوطنة مدعين وبناء طرق وبناء مبنى لوجستي، صار في إشي اللي إحنا بنسميه الحفريات الإنقاذية، واللي هي عبارة عن حفريات تقام في الموقع قبل عمليات البناء للتأكد من وجود أشياء يستحق الإنقاذ أم لا في الموقع. طبعا صار في عندنا هون حفرية أثرية من هذا النوع. هاي الحفرية الأثرية اللي أقيمت على مساحة 4 دنم وهي جزء فقط من المنطقة اللي تم عملية البناء فيها، اكتشف فيها اكتشافات مهمة جدا. هاي الاكتشافات كانت ليس فقط انه في عندنا مدينة او منطقة سكن اللي هي اكبر بكتير من ما كانوا بتخيلوا، وعدد سكان اكبر بكتير من ما كانوا يتوقعوا في هاي المنطقة، كمان انه مش فقط انه هاي المنطقة هي فيها بقايا رومانية وبقايا بيزنطية لكنها قليلة، لكن الإشي الكبير والإشي الضخم كان هو البقايا الإسلامية، خاصة بالفترة الإسلامية المبكرة وبتركيز أكبر بالفترة العباسية. وطبعا إحنا بنعرف قديش ندورة العثور على بقايا أثرية بترجع للفترة العباسية. طبعا عثر على منازل، عثر على أبار اللي هي أيضا مطلية من الداخل، عثر على أماكن تصنيع زجاج، عثر أيضا على أوزان زجاجية، عثر على فسيفساء، على أقواس، عثر أيضا على أدلة اللي بتثبت الاختلاط الديني السلمي اللي كان موجود، واللي هي عبارة عن مرحلة انتقالية في السكان نفسهم، واللي هي أصلا شيء مهم جدا دايما الإسرائيليين والصهاينة بيركزوا عليه، أنه الفلسطينيين هم عبارة عن عرب أجوا من خارج فلسطين. لكن مثل هذا الموقع هو إثبات حي بأنه الفلسطينيين هم السكان نفسهم لكن تغيرت ديانتهم. وفي هذا الموقع كان في إثباتات على التغير الديني بشكل تدريجي من الديانة المسيحية للديانة الإسلامية، وهذا بيأكد على أن الفلسطينيين هم استمرارية في السكن والحق، وليس قادمين أو مهاجرين من الدول العربية كما يدعي دائما الصهاينة وأجوا على فلسطين. طبعا كنا نحكي عبير، بديش أقاطعك، عن قديش لما الاحتلال عم بيكتشف أو عم بيصنع تفاصيل ممكن يحكي إنها هي يهودية وبيحافظ عليها، أما في لما يلاقي تراث عربي فلسطيني أو مسيحي مسلم كله بيحاول يطمسه أو بيطمسه فعليا. صحيح صحيح، هم بداية الموجودات كلها كانت تدل على الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، لم يتم العثور على أي شيء يدل على وجود أحد يعتنق الديانة اليهودية في الموقع.
طبعا رغم هيك هم في حتى في تقريرهم بيكتبوا انه انتقال السكان من الديانة المسيحية واليهودية الى الديانة الاسلامية، لكن فعليا الاثار هي فقط كانت اثار اسلامية مسيحية، بمجمل هي اثار فلسطينية. طبعا على مر السنوات ومن بينها مثلا الحفريات اللي حثت عندنا في القصور الاموية او حتى كنيسة الكثسمة اللي موجودة عندنا في طريق بيت لحم، كل هاي اللي هي مواقع فلسطينية بتثبت العروبة، هاي المواقع كلها كان في محاولات لإزالتها بالكامل. طبعا في مواقع تم إنقاذها مثل القصور الأموية نتيجة للصحافة، في مواقع تانية اللي أهملت تماما مثل كنيسة الكثسمة، وفي مواقع اللي تتعرض للإزالة بشكل كامل مثل الموقع اللي إحنا موجودين فيه اللي هو تلة زكريا. الإزالة الكاملة للبقايا الأثرية بحجة عدم الأهمية، إنه تم توثيقها تم تصويرها وهذا يكفي، وإنه عجلة الحياة بدها تمشي فنزيلها. لكن لو كان هذا الموقع فيه أي دليل أثري يثبت وجود سكن للديانة اليهودية لن نجد نفس الموقف من الإسرائيليين. قداش خطورة هذا الموضوع؟ هذا الموضوع ليس فقط المكان هون، خطورة هذا الموضوع أنه يتكرر في كل فلسطين ويتكرر في بعض الأحيان بإيد الفلسطينيين أنفسهم، خاصة لصوص الأثار، لأنه لصوص الأثار بقوموا بعمليات حفريات غير موثقة، بوثقوش أي شيء من الحفريات اللي بقوموا فيها، في النهاية بيهدفوا هم للعثور على موجودات اللي يمكن بيعها. طبعا الإسرائيليين ما بدفعوا إلا في موجودات اللي هي بترجع للفترة الرومانية اللي نوعا ما ممكن تثبت وجود سكن لليهود في هاي الفترة. فنتيجة لهاي لصوص الأثار هم بقوموا بعملية تدمير كل المواقع الإسلامية واللي بتثبت الاستمرارية وحقيتنا في بلادنا عشان يوصلوا لهاي الموجودات اللي الإسرائيليين بدفعوا ثمنها. فإحنا في عنا مشكلتين، المشكلة من قبل الإسرائيليين والمشكلة الثانية من قبل لصوص الأثار اللي هم بيعملوا تحت خدمة الإسرائيليين في إزالة الآثار الإسلامية والعربية، واللي هي بتخلينا نفقد فعليا التاريخ الحقيقي لفلسطين والتاريخ الحقيقي للتطور المعماري في فلسطين. يعني موقع مثل هذا اللي هو كان هالقد مزدهر في الفترة العباسية وبالفترة الأموية، وكان عبارة عن حلقة وصل بين يافا وبين القدس، وكان منطقة تجارية بتم، طبعا هذا الموقع تم فعال لحد الفترة الصليبية، بعد الفترة الصليبية صار في كاسة ورجع مرة تانية تم سكن فيه بالفترة المملوكية، وبعد هيك السكان انتقلوا لموقع قرية زكريا المباني اللي اليوم بنعرف بقاياها، فهي عبارة عن امتداد للسكن. وخلينا نختم بالمطلوب مننا كفلسطينيين للحفاظ على أماكن بهاي الميزة وبهاي الأهمية. بداية المواقع على الأقل اللي إحنا موجودة عندنا في الضفة الغربية تتوقف عمليات السرقات، لأنه هاي مسؤولية وطنية ومسؤولية على الجميع. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للمواقع اللي مثل تلة زكريا من اللي هي تقع تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، انه يكون في هناك حملات اعلامية كافية اللي بتركز على هذا الموضوع لمنع تدمير الاثار اللي من هاي النوعية، بالاضافة طبعا انه لازم يكون في تثقيف كامل للفلسطينيين ولغير الفلسطينيين حول ما تقوم به اسرائيل من عملية تدمير ممنهجة للاثار الفلسطينية. شكرا لك خبيرة الاثار عبير زياد، شكرا لك تاني مرة لانه جيتي معنا لهون، شكرا لجميع المشاهدين، وهي صرخة لكل شخص مسؤول بيحاول انه يحافظ على هاي الاماكن، هاي الاماكن الاثرية يلي بتثبت وجود الفلسطينيين وجود المسلمين والمسيحيين على هاي الارض، المفروض انها هي تم انقاذها، وهي صرخة ايضا صرخة اشتياق من التراب ومن الحجارة لكل الاهالي يلي تهجروا من قرية زكريا، ان الثوابت الفلسطينية قائمة لن تزول، والعودة قائمة والتحرير قائم بإذن الله.